كده صح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فنعم هذه المجالس التي يتدارس فيها كتاب الله وتتدارس فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقه فيها في الدين، وهي علامة خير بعبد الله وبأمة الله أن يوجه وأن توجه للفقه في الدين. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بك يا عبد الله وعلامة خير بك يا أمة الله أن تتفقه وأن تتفقه في الدين. لقد قال ربنا سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. لمناسبة الزمان، وقد هل علينا هلال شهر ذي الحجة، جعله الله علينا وعليكم هلال أمن وإيمان وسلامة وإسلام وخير وبركة ورشد علينا وعليكم يا أهل الإسلام. هلال خير ورشد، هلال خير وبركة علينا وعليكم يا أهل الإسلام. اللهم أوزعنا شكر نعمك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالمعان على الذكر والشكر من أعانه الله. يا ربي لا تحرمنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك، وأعنا دوما يا ربي على شكر نعمك أوزعنا على شكرها، فقد أقررنا لك بنعمك علينا، نبوء لك بنعمك علينا ونبوء لك بذنوبنا. لا تحرمنا يا ربنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، اجعلنا يا رب ذاكرين لك شاكرين لك. فالمهتدي من هديته يا ربنا، والموفق للذكر من وفقته يا ربنا، فاجعلنا يا رب أزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات من الذاكرين الشاكرين، الحامدين المستغفرين، المطيعين لك على الدوام يا رب العالمين. هلت علينا هذه العشر بهلالها، أسأل الله أن يجعله هلالا مباركا. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر. قال جمهور المفسرين: المراد بها ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة. والله سبحانه عظيم ولا يقسم إلا بعظيم، يقسم ربنا بالأشياء العظيمة، فأقسم بها سبحانه وتعالى بهذه الليالي لبيان أيضا فضلها وشرفها وعظيم منزلتها عند الله سبحانه. ففضلا عن كونها من شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، فقد قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وقال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فضلا عن كونها من شهر ذي الحجة ومن الأشهر الحرم، فلها منقبة عظيمة أخرى، إذ الله أقسم بها وقال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام.
يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، حتى الجهاد عظيم المنزلة الذي هو ذروة السلام في الإسلام لا يعدل، إذا كان فرضا على الكفاية لا يعدل العمل الصالح في هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء، ثم لا يرجع من ذلك بشيء. فمنزلة العمل الصالح وقيمة العمل الصالح وفضل العمل الصالح في هذه الأيام وتلك الليالي أيضا إذ الله أقسم بها فضل عظيم وأجر عظيم، فلنجتهد ولنجد في هذه الأيام. ومن أجل هذه الأعمال التي تعمل في هذه الأيام أجلها وأعظمها على الإطلاق الإكثار من ذكر الله عز وجل، ودل على ذلك قول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان إلى الأسواق في هذه الأيام يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فاملأوا بيوتكم بذكر الله وبالتكبير وبالتهليل، واملأوا الطرقات بتكبير الله، رطبوا الألسن بذكر الله، طمئنوا القلوب بذكر الله، نوروا صحائفكم بذكر الله، السكينة تتنزل بذكر الله، الأبدان تقوى بذكر الله، الدرجات ترتفع بذكر الله، ملائكة تتنزل وشياطين تنخنس وصحائف تنور ودرجات ترتفع. أكثروا من ذكر الله في هذه الأيام. ولا يخفى عليكم أن من أجل مناقب ذكر الله سبحانه ومن أعظم هذه المناقب على الإطلاق أن الله سبحانه الكبير العظيم الملك يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذه أعظم مناقب الذكر، من نحن حتى يذكرنا الله سبحانه؟ عباد مذنبون نخطئ بالليل والنهار، ولكن ربي الغفور الودود العفو الكريم يذكرنا إذا ذكرناه، هذا فضلا عن الأجور المعدة للذاكرين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبق المفردون، قال ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فضلا عن ذلك كله فالله يذكرنا إذا ذكرناه، الله يذكرنا إذا ذكرناه. وفي رواية ابن حبان وفي رواية خارج الصحيح بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام من يمن العمل الصالح فيني أحب إلى الله، في نهاية الخبر وليحرر لكن تقتضيه الآية فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، فلا شك أن أفضل وأجل الأعمال في هذه الأيام وهو يسير لكن يسره على من يسره الله عليه وعلى من أبعده الله عن الغفلة
أجل عمل هو الإكثار من ذكر الله، دائما رطب اللسان لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر، رطب اللسان بذلك. دع الناس في غفلتهم، رطب اللسان بذكر الله، رطب اللسان بالتهليل والتحميد والتكبير. هذا من أجل الأعمال التي تعمل. لا يخفى عليكم أن العبادات شرعت، ومن أجل مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله. قال سبحانه في الصلاة: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها، على القول الأشهر. الحج الذي نسعى إليه ونحفد، لماذا الحج؟ قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال: واذكروا الله في أيام معدودات. فالحج لإقامة ذكر الله. وفي الأثر: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الجمعة التي تنعقد أسبوعيا، لماذا تنعقد؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الذبائح والدماء التي تهراق، لماذا؟ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالصلاة شرعت لذكر الله. حتى الجهاد الذي رفعت راياته ورفعت أعماله، لماذا؟ للمحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالجهاد شرع للمحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، فضلا عن سائر مناقب الجهاد وفضائله. أيها الإخوة، لقد وصى الله الأنبياء ووصى أهل الإيمان بالإكثار من ذكر الله. يقول سبحانه لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا. إن زكريا عليه السلام لما قال: يا ربي اجعل لي، ربي اجعل لي آية، زوجتك ستحمل يا زكريا، ربي اجعل لي علامة على أنها حملت، إذا حملت يا رب أعطني علامة أفهمها أن زوجتي حملت. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. قال العلماء: علامة على أن الزوجة حملت أنت تخرج الآن يا زكريا تتكلم، لا تستطيع أن تتكلم أي كلام من كلام الدنيا، لا تستطيعه، لكن تقول لا إله إلا الله لسان ينطلق، تقول الحمد لله لسان ينطلق، لكن أي كلام آخر ممنوع. قال تعالى: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. فمنع من الكلام ولم يمنع من ذكر الله سبحانه. منقبة عظيمة ما حصلت لأحد، يتكلم ما يشاء، ما يستطيع أن يتكلم أبدا إلا إذا كان في الكلام ذكر لله سبحانه. إن ربنا قال لنا جميعا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا في الجهاد واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعلينا بذكر الله هذه الأيام، لا نغفل عنه يا إخوة أبدا، قد تستهونه وقد تغفل عنه بكثرة القيل والقال والخوض في كلام لا فائدة فيه. لا تغفل عن ذكر الله، هذا من أجل الأعمال في هذه الأيام. ثم أيضا من الأعمال التي تعمل في هذه الأيام، كل أعمال البر عموما، أما عن الصوم فالصوم عمل بر، والصائمين والصائمات إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصوم عموما عمل بر، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. وللصائم دعوة مستجابة حتى يفطر، الصائم مأجور، لا يخفى عليكم ذلك. لكن هل صام الرسول هذه 9؟ ورد في الباب حديثان، حديث من طريق ما
راو يقال له نيدة ابن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر في بيته قط. وهنيدة هذا ما هو من الثقة بمكان كبير، حديث قابل للتضعيف. وعائشة تنفي في رواية عنها ما صام النبي في بيت العشر قط. إن رمنا الحكم على الأسانيد ففي كل منها مقال، لكن حديث عائشة أقوى شيئا ما. إن رمنا الجمع بين الأحاديث فسنقول صام في بيت هذه الزوجة ولم يصم في بيت هذه الزوجة، فنصوم ونفطر. وإن صمت فعمل بر كما سلف في شأن الصيام. الصدقات بابها واسع، وفي هذه الأيام لها أجر أيضا، فداخلها في العمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام. الصدقات والمتمثلة في إطعام الطعام، فالناس في غفلة عن إطعام الطعام وفضله. إن ربنا ذكر إطعام الطعام في كتابه، وإنه من شأن الأبرار الذين يخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى في أعمالهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا يطعمون الطعام؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فيطعمون الطعام تفاديا للخطر الداهم الذي سيعتري الخلق في هذا اليوم. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ ورواه في البخاري ومسلم متفق عليها. أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. أطعم الطعام قدر الجهد والاستطاعة، فهذا عمل بر، عمل عظيم. والله نعلم أحد إخواننا الله يجزيه خير ويبارك فيه، أتى بعربة فول للفقراء المرة، يا وأتى بمن يصنع لهم سندوتشات في الصباح، يمرون غداة وذهابا وإيابا ويطعم ما تيسر له. فإذا كنت مسرا فأطعم الناس خبزا لحما تمرا. عائشة جردت وجد امرأة تطرق بابها ذات يوم ومعها بنتان لها، تسألها الناس كانوا في حالة شديدة من الفقر وأنتم في نعم من الله. دخلت عائشة تبحث عن شيء تتصدق به على السائلة، وجدت في البيت ماذا يا إخوة؟ بيت رسول الله محمد سيد ولد آدم، ثلاث تمرات وجدتهم في البيت. فأخذت التمرات أعطتها الثلاث للمرأة، أعطت المرأة هذه البنت تمرة وهذه البنت تمرة، وجاءت تتذوق التمرة الثالثة فاستطعمتها، لكن ما أكلتها. لما وجدت البنتين استطعمت التمر، قسمت التمرة الثالثة، أعطت هذه نصفا وهذه نصفا. فأعجبت عائشة بصنيعها، فلما رجع الرسول أخبرته بصنيع المرأة مع ابنتيها، فقال: يا عائشة، من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار، كن سترا له من النار. فإطعام الطعام له أجر عظيم. والنبي يقول: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. حتى لو رميت لقمة لقطة، في واحد القطة تجري تأتي في البيت يقوم وراها كأنها حرامي ويضرب وخطفت سمكة، يا مصيبة عنده أن القطة خطفت السمك. يا أخي، هذه من مخلوقات الله. والنبي قال: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. لك في كل ذات كبد رطبة، كل شيء له كبد تطعمه أجر. ذكر النبي ذلك لما ذكر حديث أن رجلا كان يمشي أو امرأة كانت تمشي من البغايا، خرجت عياذا بالله للفواحش، ولكن وجدت كلبا يلهث من العطش فنزعت موقعها فسقته، فشكر الله لها. ورجل فعل مثل ذلك. الشاهد أن صحابيا سأل الرسول: أو إن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله؟
قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر. كل شيء له كبد تطعمه لك فيه أجر، حتى الكلب لك فيه أجر. فأطعموا الطعام، إذا كان الله وسع عليكم جزء من طعامك تأكل مثلا في الأسبوع مرتين، لا اجعلها مرة، وأطعم بيتا يتيما، بيتا فيه يتامى فيه مساكين مرة أخرى، يبارك لك في صحتك، يبارك لك في أولادك، يبارك لك في أهلك، يبارك لك في مالك. نحن ضعفاء، قد نغفل نحن، قد نغفل نحن عن الدعاء، أحيانا نغفل مع انشغالاتنا. ولكن أطعمت شخصا هو في البيت وأنت نائم، وهو في البيت يقول اللهم وفقه، اللهم بارك له، اللهم بارك له، اللهم جزيه خيرا وأنت نائم. لكن دعاء الداعين يصل لك أثره بإذن الله. فلا تنسوا إطعام الطعام مع ذكر الله، مع الصيام إن استطعت إلى ذلك سبيلا. الإحسان إلى الجار مطلب، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سأجعل له نصيبا من الميراث، حتى لو كان الجار يهوديا، حتى لو كان نصرانيا. إن الله لما ذكر الجار قال والجار ذي القربة والجار الجنب، لم يخصص جارا مسلما من جار يهودي أو نصراني. إن ربنا سبحان، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما حث على إكرام الجار فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جار، ما خصص يهودي من نصراني من مسلم. بل وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان إذا ذبح الذبيحة يقول لأهل بيته أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، يعني لما نسيتم الإهداء لجارنا اليهودي، يستفسر هل أهديتم له أم لم تهدوا له. فالجار له حق، الخلق الإسلام الكريم، الجار عندنا له حق، الأرحام لهم حق عظيم لا تقطع الأرحام. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني ليس الواصل ابن عمي زارني، أخي زارني، أرد الزيارة بزيارة، ليس هذا هو الوصل حق الوصل. إنما الواصل حق الوصل ابن عمه يقطعه، أخوه يقطعه وهو يصل، أخوه يقطعه وهو يصل. يقطعون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاءه رجل يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لن يزال معك ظهير عليهم من الله ما دمت على ذلك. وكأنما تسفهم المل، تطعمهم من رماد الحار، والله سيعينك عليهم. يعني استمر في هذه المسيرة الطيبة، أنت تكون معطاء وربنا سيعوض عليك، ربي سيكرمك. هل أهان الله سبحانه يوسف لما قال لإخوته لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، أو رفعه درجات، أو رفعه الله درجات. فاستمروا في العطاء لذوي الأرحام، استمروا في العطاء لذوي القربى، لليتامى لا تنسوهم. الطفل اليتيم الذي كان أبوه يدخل عليه كل يوم بالإتحافات، فجأة مات أبوه، مات أبوه، مات عائله، فقد الحنان، فقد العطاء التي كانت تأتيه من قبل أبيه. فكونوا عوضا للأيتام الذين أوصى الله بهم في كل الشرائع التي أنزلها على كل الأنبياء، وصايا بني إسرائيل، وصايا لكل الأمم بالإحسان إلى اليتيم. ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وكافي اليتيم في الجنة كهتين. اكفوا اليتيما، أطعمه، أدخل عليه، أدخل عليه السرور بكلمة طيبة، بمسح على رأسه، بهدية خفيفة، ببعض الحلوى، عوضه شيئا من الحنان. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ممكن تموت أنت اليوم ويصبح أولادك بعد أيتام، يصبح أولادك أيتام. فإذا أردت لهم الخير قدم للأيتام، ربي يحفظك في ذريتك. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. أما الوالدان فحقهما عظيم، حقهما بعد حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يا بني لا تشرك بالله
إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، أي العمل أحب إلى الله؟ الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد. فلا تنسى حق الوالدين أحياء وأمواتا. طرائق البر واسعة أيها الإخوة، لا يأتي عليها الحصر، اغنموها. وكل ميسر لما خلق له. أنت ما تستطيع أن تطعم مسكين، تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تقوم من الليل، تستطيع أن تدل على الخير، فالدال على الخير كفاعله. الذبائح هذه الأيام وخاصة يوم النحر من أجل الأعمال، من أجل الأعمال، سواء وخاصة الأضاحي. فكل مستطيع للأضحية يستحب له وليس بواجب أن يضحي، أن يضحي. والتضحية عبادة من العبادات. فرق بين أن أذبح ذبيحة لأنها أضحية لي أجرها، وبين أذبحها للطعام لي أجر الطعام، لكن أجر الأضحية أعظم. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال: يا رسول الله، ذبحت قبل الصلاة، ذبحت قبل الصلاة. قال: شاتك شات لحم، يعني إنما هي طعام، ليست من النسك في شيء، اذبح مكانها أخرى. فدل ذلك على عظيم فضل الأضحية. والله يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير. في ناس تزاهد في الأضاحي وهم غافلون، كل شيء عندهم ارسل لدولة كذا فلوس، ويتركون الأضاحي. نعم ترسل مأجور، لكن الأضاحي أين قول ربكم معكم؟ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، أين أنتم من قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله. يستثمن الأضاحي ويستثمن الشيء المهدى، سواء كان للحج أو لغيره أو للأضاحي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذبائح وإكرام الجيران وإكرام الأهل والتوسعة على الأهل يوم النحر الذي هو يوم العاشر من هذه الأيام أمل عظيم جليل. وربي قال: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والله لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. ولكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأكثروا من الذبح هذه الأيام ويوم النحر على وجه الخصوص. ولا يخفى عليكم أن صوم يوم عرفة يكفر الله به السنة الماضية والسنة الباقية، كما بين ذلك حديث رسول الله قال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. هذا في حق من لم يقدر الله له الحج، من لم يقدر الله له الحج فلم يترك، بل جعل يوم عرفة وصيامه يكفر الله به السنة الماضية والسنة الباقية. أما صيام يوم عرفة فقد شك الناس هل صام النبي يوم عرفة أم لم يصم، فوقف على ناقته وناولته أم الفضل شرابا فشربه النبي على ناقته، ليعلم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صائما يوم عرفة، وهو حاج حتى يجتهد في العبادة وحتى يجتهد في الدعاء. فأحيانا الإفطار لعلة أعظم من الصيام وهي ذكر الله يوم عرفة، فالله يدنو من عباده يوم عرفة ويقول الملائكة مباهيا الملائكة بهؤلاء الحجيج الذين أتوا من كل فج عميق وبذلوا من المال ما بذلوا وبذلوا من الجهد ما بذلوا، وهم في خوف من أن يتخطفوا من الشرط والعسس، ويتسلقون الجبال ويدفعون الأموال لدخول مكة. انظروا ما يريد هؤلاء، يقول الله لملائكته: ماذا يريد هؤلاء؟ يعني الذين آتوني إلى عرفات، الذين آتوا إلى عرفات حيث لا مال هناك يجمع، حيث لا زرع هناك ولا ضرع ولا شيء يتلذذ به من أمر الدنيا إلا اللذة بذكر الله ودعاء الله، ما يريد هؤلاء؟ يقول الله لملائكته ويشهدهم أنه غفر لهم، يشهدهم أنه غفر لهم. فأيها الإخوة احرصوا على الخير، من كان مستطيعا للحج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها
فليبادر إليه، من كان مستطيعا للعمرة فليبادر إليها، من كان مستطيعا. والحمد لله جلنا مستطيع ذكر الله، كلنا مستطيع لذكر الله، إنما هو التوفيق والإعانة من الله فقط أن نقول الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. فأكثروا من ذكر الله. وتعلمون من الأضاحي أن سبع البقرة التي استوفيت الشروط يجزئ عن الرجل وأهل بيته، فمن استطاع أن يضحي فليضحي من غير إيجاب، وهو مأجور عند الله سبحانه وتعالى، ممتثل أمر ربه سبحانه وتعالى. فصلي لربك وانحر، وإن كان الأمر على الاستحباب في الأضاحي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لا تحرم النية الحسنة، لا تحرم النية الحسنة. فإن الرسول يقول إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأزر حبسهم العذر. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، قال ذلك في غزوة، ويقول لأصحاب الذين معه في الغزوة في المدينة، إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر، حبسهم العذر. فلتتوافر فيكم النوايا الصالحة. ولقد قال الله تعالى في شأن أصحاب النبي: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فلا تحرموا أنفسكم من النوايا الصالحة. بارك الله فيكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لا تنسوا سؤال الله القبول وأنتم تعملون الأعمال، ولا تنسوا التعوذ بالله من دعاء لا يسمع، بل افعلوا الخير واسألوا الله القبول. قال الخليل: ربنا وتقبل دعاء. الخليل يقول ربنا وتقبل دعاء، والنبي الأمين عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، أعوذ بك من دعاء لا يسمع. فأحيوا هذه الأيام وتلك الليالي بأعمال البر، فتشوا عن أعمال البر وذهبوا إليها في السر وفي العلن. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، اذكروا الله في الطرقات، اذكروا الله في أنفسكم، اذكروا الله في بيوتكم، اذكروا الله جماعات، اذكروا الله فرادى، على ما يتيسر لكم من ذكر الله لا تغفلوا عنه. كل يعد لدنياه ما يعد، ويعد لأبنائه ما يعد. ورب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الفاسقون. والله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فانشغلوا بذكر الله في هذه الأيام وأعمال البر، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإن كان ثمة سؤال نحتاج إليه أحد إخواننا فليتفضل بطرحه. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: في حالة الحج المقبل ماذا أتلقت في الميقات وبرجاء مراجعة الحج المقبل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فباختصار يسأل سائل يقول: ماذا أقول عند الميقات وأنا أريد أن أحج حجا مفردا؟ تصل إلى الميقات مقرن، القارن ينبغي أن يسوق الهدي، يسوق الهدي، هذا الذي ينبغي للقارن. فسيقول القارن: لبيك عمرة في حجة، عمرة في حجة، يعني عمرة مع حجة، ويذهب إلى مكة يطوف طواف القدوم، وهو في حقه ركن لأنه عمرة، طواف العمرة، أو من العلماء من نزاله من الواجبات عليه، فيطوف طوافين: طواف القدوم لكنه في حقه أصبح لازما لأنه قارن، وبعد يطوف طواف الإفاضة. أما السعي فعليه سعي واحد، إن سعاه مع طواف القدوم أجزأ، وإن لم يسعوا مع طواف القدوم سعوا مع طواف الإفاضة، والله أعلم. بعض الدعاء يقولون إن
الصيام في هذه الأيام لم يرد عن النبي وأصحابه، فهذا ترك عدد من الناس الصيام، ما قول فضيلتكم فيها؟ يقول القائل: قد بينا الكلام في الصيام، ورد حديث عائشة ما صام النبي العشر بيت قط، ورد حديث بعض أزواج النبي إنهما ترك الصوم في بيت قط، فاصطلنا في أول الدرس هذا في هذه المسألة، والحاصل أن الصوم عمل بر بالاتفاق، لا نزاع بين العلماء في أن الصيام من أعمال البر، وقد ورد عن عدد من السلف الصيام، حتى إنه ورد عن عدد من السلف صوم عرفة نفسه وهم حجيج، مع أن النبي أفطر فيه، لكن لم يروا إفطار النبي بأمر حتم، النبي ما أمر بالإفطار إنما هو أفطر، فكان ابن الزبير يأخذ نفسه بالشدة ويصوم حتى يوم عرفة وفي الحج، ويروى ذلك عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما. فصوم عمل بر عموما. حج مقرن مفرد متمتع، لا أدري ما هل يريد التوضيح شرح. أما شرح المناسك فراجع الأخ السائل اليوتيوب درس على فقد شرحنا في 6 محاضرات سبقت خلال الأسابيع الماضية صور الأنساك الثلاثة: الحج، الإفراد، والتمتع، والقران. عند الإهلال فقط يحدد النسك: لبيك عمرة تمتعا بها الحج، سيكون حج متمتع، لبيك حجا سيكون للمفرد، لبيك عمرة في حج سيكون للقران. هل يجوز في الأضحية الاكتفاء بالعجل الذي يحمل اللحم الكثير حتى وإن لم يستوفي السن؟ السؤال الشهير عن الأضحية التي لم تبلغ السن أو لم تكسر عند لغة الجزارين، هل يجزي التضحية بها؟ هل تقوم السمنة مقام السن؟ الجمهور من العلماء يقول لا تقوم السمنة مقام السن، إلا الأوزاعي من علماء الشام هو الذي قال ذلك، لكنه محجوج بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، محجوج بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة. طبعا في لفتة أذكر بها دوما، عندنا أصحاب المزارع الكبيرة العملاقة يشترون العجول صغيرة، يطعم العجل على سبيل المثال في اليوم 50 جنيه، يعطيه لحما ب100 جنيه، يمشي على هذه الوتيرة إلى أن يصل العجل إلى حجم معين، يعطيه طعاما ب50، يحمل لحما ب50، فيصبح لا فائدة له عنده، يعطيه بعد مدة شهرين ولا شيء طعاما ب50، لا يعطيه لحما إلا ب20، فيصبح خسارة عليه وعبء عليه، فيفتح في البيع، له أن يبيع والناس تشتري، لكن ليس كأضحية. فهو يحاول يستخلص فتاوى من الشيوخ، حتى أن بعضهم يحاول يغري الشيخ يعطي له عجلة هدية عشان يأخذ فتوى، ماذا؟ أن هذا يجزئ في الأضحية، يحاول يعطيه فتوى أن هذا يجزئ في الأضحية، لأنه سيبيع كم مثلا جمعية من الجمعيات الكبيرة التي تشتري مثلا 2000 رأس أو 3000 رأس، إذا اشترت العجلة على أنه أضحية بتشتريه غالي، تشتريه غالي الثمن، لكن إذا اشترته على أنه أي عجل ممكن يفرق في العجل 5000 10000 جنيه، في 1000 عجل ولا 2000 عجل تفرق معهم. فيريد أصحاب المزارع أن يأخذوا فتاوى على جواز بيع هذا على أنه يصلح للأضاحي، فطبعا واحد يقول لك: يا عم الشيخ ده العجل كبير جدا، ده الفخذة منه تسوي عجل من المسن من أجل أن يروج. فممكن شيخ يعني يضعف أمام أصحاب رؤوس الأموال، وأحذر أصحاب أهل العلم ألا ينخدعوا بأصحاب رؤوس الأموال، لأن الشخص أحيانا يضعف أمام واحد غني جاي لك كبير، وجاي لك بالسيارة المرسيدس، وجاي معه هلمة، ويتمسكن حتى يأخذ ماذا؟ فتوى بجواز الإجزاء، بإجزاء العجل الذي لم يبلغ السن. طبعا أنت قد تضعف أمام هذا، فاستعن بالله
وقل كلمة الحق ولا تلتفت إلى دنياه أبدا، بل قل كلمة الحق التي تنجيك أمام الله. كثير من الناس مثلا تجر سيارات يقول لك مثلا هو يريد يشتغل مع البنوك، يا عمي الشيخ انظر انظر إلى 1000 عامل عندي، البيوت ستغلق إذا لم أتعامل مع البنك، كل بيوتهم ستقفل، كي يستخلص فتوى بجواز التعامل مع البنوك ومندوب البنوك جلوس. تاجر كاوتش مثلا كذلك يريد أن كله أو مو أي تاجر كائنا ما كان، أي كائن تاجر كائنا ما كان يحاول أن يأتيك بأسلوب مراغب ومراهب حتى يصطاد الفتى. فاثبت يا الشيخ ولا تجوز إلا ما جوزه الله ورسوله، ولا تمنع إلا ما منعه الله ورسوله. فكون يكون في نص في المسألة عندنا عن رسول الله لا تذبحوا إلا مسنة، إلزمه إلزم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندنا ربما يعتكف الناس أو يجلسوا يوم عرفة كاملا في المسجد يسأل من الفجر حتى أذان المغرب، فهل يجوز ذلك بنية استغلال هذا اليوم العظيم؟ إخواننا أحيانا منهم من يجتهد في طرائق العبادة، يقول الناس في عرفات وأنا مش هزلش في الشغل، أخذ أجازة يوم عرفة وأجلس في المسجد أعتكف، هل هذه الصور وردت عن رسول الله؟ إن فعلت فعل، لكن ليست سنة عن رسول الله المكس في المسجد يوم عرفة في الأعوام التي لم يحج فيها. النبي ما حج إلا مرة واحدة في حياته، مرة واحدة في حياته عليه الصلاة والسلام، لكن ما ورد عنه أنه كان يعتكف يوم عرفة في المسجد في السنوات التي لم يحج فيها ولا يقيم الليل في المسجد. افعل ما شئت في بيتك، عبادة من العبادات، لكن لا تسن للناس سننا لم يسنها الرسول صلى الله عليه وسلم. اجلس اذكر الله في بيتك، صلي في بيتك، والصلاة في البيت خير من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة، كما قال الرسول عليه السلام، قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إن الله جعل من صلاة أحدكم في بيته خيرا. فصلي في البيت كيف شئت، اذكر الله كيف شئت، اغلق على نفسك كيف شئت، لكن لا تسن سننا في الناس، تنشئ اعتكافات يوم عرفة في المسجد. إن اعتكفت وحدك لا بأس، لكن إنشاء سنن لم يسر عليها الرسول وأصحابه لولا أن تلتزم ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. احنا أجبنا على هذا، سواء صلاة ليلي سواء اعتكاف سواء كله. هل يجوز جمع أكثر من نية للأضحية؟ كيف جمع أكثر من نية للأضحية؟ إذا كان يسأل السائل عن اشتراك 7 أشخاص في بقرة ب7 نوايا جوز هذا عدد من العلماء. يعني مثلا قول أنا سأشتري بقرة، سبع بقرة يجزى عن الرجل أهل بيته، سبع بقرة يجزى عن الرجل أهل بيته، فقال أنا أشترك بسبع أضحية، وسبعين عقيقة عن الولد، وسبع عقيقة عن البنت، ودخل الثالث يقول أنا أشترك بسبع كلحم سأشتريه، الجازر قال أنا أشتري 70 أتاجر فيها. بهذه التوصيف جائز عند عدد من أهل العلم والله أعلم، وكل له نيته. حكم عدم الأخذ من الشعر والأظافر للمضاحك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا، لكن هذا النهي ليس للتحريم، وقد اختلف في رفع الحديث ووقفه على أم سلمة رضي الله عنها، إلا أن الإمام الشافعي يرى أن هذا ليس بالملزم لحديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل هديه من المدينة إلى مكة، تعني في الأيام في السنوات التي لم يحج فيها، ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. وهذا من حديث الإسناد أقوى سند من حديث أم سلمة، لكن حديث أم سلمة أصرح منه في الباب. فالاحتياط لا تأخذ من شعرك ولا من أصفرك شيئا، وهذا يستثنى منه الحاج المتمتع، يستثنى منه الحاج المتمتع، لأن الحاج المتمتع سيضطر إلى التقصير والله أعلم. هل أجعل لوالدي المتوفيين صك من الأضحية التي أذبحها؟ تجوز التضحية عن الميت، وهي من باب إذا مات العبد انقطع ماله إلا من 3: صدقة جارية، فداخل في الصدقة الجارية، التضحية عن الميت داخلة في الصدقة الجارية. كان سؤال يكثر، تكثر أسئلة السائلين عنه، أحيانا ما في واحد ليس في استطاعة أن يذبح كبشا،
ولا أن يشترك في صوم بقرة ويسأل يقول نحن نحب الخير في المسجد لكن ليس في وسعنا ماذا نصنع. فسؤاله أولا هل الأضحية واجبة؟ ويقول أنا كل سنة أضحي والسندي متشائم لأنني فقير والأسعار ارتفعت والذبيحة كانت ب20,000 السنة هذه ب70,000 جنيه ما أستطيع. أولا لا تسريب عليك فالأضحية مستحبة ليست بواجبة. قد قال أبو صريح رأيت أبا بكر وعمر وهما يضحيان. قال أبو مسعود البدري إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. فالأضحية مستحبة ليست بواجبة، هذا أولا. ثانيا هل يجوز أن يشترك أهل المسجد في بقرة كلهم ويقولون نحن نشترك في بقرة ونأتي بها متوافرة فيها كل الشروط ونضحي بها عن المسجد عموما لعدم استطاعتنا؟ فمن العلماء من يجوز ذلك ويقول لكن ليس لها أجر السبع الخاص بك. ومن أدلة المجوزين أن النبي عليه السلام لما ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبح الأول وقال الله بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، وذبح الكبش الثاني فقال اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي عن من لم يضحي، فشرك فيه عددا كبيرا. فإذا كان الناس عاجزا عن التضحية وفعلوا مثل هذا الفعل لهم ثواب، لكن بلا شك ليس كثواب الذي جعل سبعا لنفسه بالبقرة لنفسه وأهل بيته. والله أعلم. هل الحسنة بسبعمائة ضعف الحسنة الواحدة؟ هل الحسنة بسبعمائة ضعف هذه الأيام؟ ليس هناك نص بذلك. حكم الجمع والقصر في السفر في الرحلات الترفيهية؟ لا بأس بالجمع والقصر في السفر في الحملات الترفيهية. في الرحلات الترفيهية ماشي. لا بأس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة.